هلا يا شباب وبنات، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير يا رب. تحية طيبة لكل المشتركين الجدد بالقناة. بالفترة اللي راحت اعتقد صار عندنا من 50 الى 60 مشترك جديد، فتحية طيبة للمشتركين. ان شاء الله اليوم يتابعونا. فيديو اليوم راح نحكي عن موضوع كلش حلو، عن عدسة انا استخدمتها بجلستين تصوير، بس باخر جلسة كانت تخبر. قبل ما نحكي على هاي العدسة راح شوية نسولف وبعدين ندخل بالتفاصيل. عدسات الكاميرات لها دور كلش كبير بالتصوير الفوتوغرافي وصناعة الأفلام، يعني بتصوير الفيديو. كل عدسة لها مميزاتها الخاصة، لها استخداماتها الخاصة في مجال معين. قريبا حسوي لكم فيديو أوضح به أنواع واستخدامات العدسات في السينما، في التصوير السينمائي. اليوم حنسولف عن عدسة كلش مميزة، عدسة مو لكل مصور. للمصورين اللي يحبون تكون صورتهم واو تخبل من يعرضوها بمكان بالسوشيال ميديا بالطباعة، اللي يشوف الصورة يقول واو هاي شلون اخذتها، وهي عدسة سوني 90 ملي ماكرو لينز. بس لحظة، انت مو تسمع ماكرو وتقوم تطفي الفيديو وتروح تقول هذا الفيديو ما يهمني، لا، هي ماكرو لينز بس تستخدم بعدة مجالات. استخدمت هاي العدسة خلال جلسة تصوير قبل شهرين تقريبا والنتائج كانت تخبل. ففيديو اليوم راح يكون بجزئين، الجزء الاول راح نحكي عن مميزات هاي العدسة، وبعدها راح نسولف شوية عن جلسة التصوير نفسها، شنو الأخطاء اللي صارت وياي، شنو اللي انت ممكن تسويه حتى تكون جلسة التصوير مالتك احترافية أكثر. أوكي، هسه راح نحكي عن العدسة. العدسة اسمها الكامل هي سوني 90 ملم ماكرو جي. عدسات سوني بها نوعين، جي وجي جي ام، يعني هو جي ماستر، فهاي من فئة جي. العدسة تقدم دقة عالية بالصور مع بوكيه كلش رائع وعزل كلش حلو. البوكيه هو من تسوي فوكس على فتشي معين، الخلفية راح تشوف بيها دوائر، خاصة إذا كان أكو إضاءة بالخلفية راح يصير بيها دوائر صغيرة، وهذا ما يسمى بالبوكيه. مثل راح تشوفون الصور اللي راح تطلع هنا، هاي الصور أخذتها من موقع سوني نفسه، يعني مو الصور مالتي بس حتى تشوفوها كمثال. العدسة بيها مقلل اهتزاز داخلي Optical Steady Shot، طبعاً هذا الشيء كلش مفيد إذا حبيت تصور حتى بدون ترايبود، هذا الشيء مثل ما هم قايلين بالموقع. بس نصيحة من عندي، إذا حبيت تصور الشغلات الدقيقة الماكرو الأفضل إنه تستخدم ترايبود. تمتاز العدسة بقيمة 1:1 ماغنيفيكيشن، هاي القيمة كلش مهمة لعشاق التصوير الدقيق الماكرو، لأن هاي القيمة تعني حجم الجسم بالصورة هو نفس الحجم بالحقيقة. يعني من تجي تجيب الكاميرا وتصور في الشغلة كلش صغيرة، خليني نقول فتح حشرة مثلا، ما راح يصير ستريتش بالجسم، راح يعطيك حجمه الحقيقي نفسه. فمن تجون تشترون عدسة، مو إلا هاي العدسة، أي عدسة ثانية خاصة بالماكرو، لازم تعرف هاي القيمة كلش مهمة اللي هي ماغنيفيكيشن. أكو عدسات 2:1، أكو عدسات 3:1، يعني تنطيك أكبر من الحجم الحقيقي مثلا بمرتين، أو أكبر من الحجم الحقيقي بأربع مرات. وتمتاز هذه العدسة أيضا بدرجة وضوح كلش عالية، يعني حدة عالية بكل أنحاء الصورة. طبعا هذا حسب أقوال الشركة، شركة سوني، بس مثل ما أنا جربت وبعض المصورين اللي تابعتهم على اليوتيوب، بزوايا الصورة تشوف اختلاف بسيط من أنت تصور ب 2.8، أكو اختلاف يعني مو كلش شارب بالزوايا، كلش بالزاوية فوق، بس بالصورة بشكل عام حدتها كلش رائعة، وضوح الصورة كلش رائع. أكثر المصورين اللي استخدموا هاي العدسة يقولون إنه يمكن هي أفضل عدسة بالعالم من حيث الحدة والوضوح. العدسة وزنها 602 غرام، وقطر العدسة يعني قطر الزجاج هو 62 مليم. يعني إذا تحب تشتري فلتر للعدسة فلازم تشتري فلتر بقياس 62 مليم. وأقرب مسافة للهدف تقدر تحصلها بهاي العدسة هي 0.28 إم، يعني متر حتى الكاميرا تقدر تسوي فوكس، وهذا الشيء تقدر تقيسه من خلال الخط اللي موجود فوق الكاميرا. بأكثر العدسات أكو فد مكان فوق الكاميرا، مثل كاميرا سوني موجود أكو فد خط أحمر بصفحة أو فوق الكاميرا، هذا يقيس على مكان السنسر، فمن هذا الخط تقيس 0.28 إم إلى الحجم، إلى الجسم اللي تريد تصوره. فبهاي المسافة الكاميرا تقدر تسوي فوكس، أقرب ما راح يصير فوكس، أبعد عادي يصير. العدسة أيضا تمتاز بتصميم وديزاين كلش قوي،
مقاوم للغبار والرطوبة، بس بصراحة أنا من استخدمت العدسة ما شفت بيها اللي يسموه الجازجيت أو الربل اللي يتخلى بهالمكان مثل راح تشوفونه بهاي الصورة هنا أو هنا. هذا الربل من أكو عدسات بيها هذا الربل أو الجازجيت يمنع دخول الماء والرطوبة إلى السنسر أو إلى العدسة. تقدر تحول بين الأوتو والمنوال فوكس بطريقة كلش سهلة، مجرد إنه هاي البكرة اللي تشوفوها سبو صورة تسحبها إلى الأعلى أو إلى الأسفل يحول بين الأوتو والمنوال. هذه العدسة بيها 3 أزرار جانبية. الزر الأول تقدر تقفل الفوكس على فتشي معين، يعني أنت تتصور سويت فوكس أكو الزر هذا المدور ده تشوفوه بالصورة أيضا، بس تقفل الدوسة راح يقفل الفوكس على شيء معين. طبعا هذا الزر تقدر تبرمجه على شيء ثاني. الزر الآخر اللي هو تحدد نطاق الفوكس من انفينيتي إلى أقرب شيء أو بالوسط بثلاث اختيارات. وآخر زر هو تشغل أو تعطل الأوبتيكال ستادي شوت، مقلل الاهتزاز تقدر تشغله أو تخفض. طبعا هاي الشغلات موجودة بس بفئات الجي والجي ماستر من عدسات سوني انه بها ازرار جانبية، لهذا صار العدسة شوية غالي. وهسه اكيد ديجي على بالكم انه هاي العدسة تناسبني لو ما تناسبني، هذا السؤال كلش منطقي. من اسمها ماكرو لينز فهي مفيدة لمصورين او عشاق التصوير الاشياء الدقيقة الماكرو، بس تقدر تصور بيها شغلات ثانية، مثلا تقدر تصور بيها بورتريت مثل ما أنا سويت بالفوتوشوت، صورت بورتريت وصورت منتجات بنفس الوقت. تقدر تصور بيها منتجات، تقدر تصور بيها أعراس، كلش مفيدة بتصوير الأعراس. راح تقول لي ليش؟ لأن بالأعراس عندك تصوير حلقات، عندك تصوير ورد، عندك تفاصيل من فستان العروس، فراح تكون هاي العدسة مفيدة جدا، راح تنطي للصور مالتك طابع مختلف عن باقي المصورين. وبنفس الوقت إذا ما عندك بوجت عالي تشتري عدسة لتصوير البوتريت وعدسة لتصوير الماكرو، هاي العدسة هي الخيار الأفضل، فتقدر تستخدمها للماكرو وتقدر تستخدمها للتصوير البوتريت. شركة سوني تدعي وتقول إنه هاي العدسة ممتازة أيضا لتصوير الفيديو، هذا شيء صحيح، بس أكو سلبيات وأكو إيجابيات بالموضوع حسب خبرتي وتجربتي هذه العدسة. الإيجابيات إنه تنطيك صورة رائعة، تنطيك تقدر تصور فيديو للشغلات كلش دقيقة اللي ما تقدر تحصلها بعدسات اعتيادية، هذا الشيء كلش ممتاز. بس إذا كان ببالك إنه العدسة تخليها على كاميرا وتخليها على جيمبل وتفتر بيها، ما راح تكون النتائج كلش مرضية. الفوكس مالتها مرات يروح ويجي يعني ما يثبت بمكان واحد، وهذا شيء طبيعي لأن هي عدسة مخصصة للماكرو، والأفضل إنه تستخدمها منوال فوكس حتى تحصل نتائج كلش حلوة. فنصيحتي بالفيديو إنه تصور لقطات ثابتة، حتى لو تصور فيديو تخلي الكاميرا على ستاند ثابت ترايبود وتصور فيديو لقطات ثابتة شغلات صغيرة، راح تنطيك نتائج تخبل ما تقدر تحصلها بعدسات ثانية. هذه كانت باختصار مواصفات عدسة سوني، طبعا بها مواصفات بعد أكثر كلش، بس أنا حاولت أختصر لكم المواصفات أو المميزات الكلش مهمة اللي تهم أي مصور. راح أخلي لكم اللينك الخاص بهاي العدسة من الموقع مالتهم بس في الفيديو، تقدرون تشوفوه أيضا وتقرون باقي المواصفات. بس بشكل عام هذه أهم المواصفات اللي واحد لازم يأخذها بنظر الاعتبار من يجي يشتري هذه الكاميرا. وهسه وصلنا الجزء الثاني من هذا الفيديو، وهو جلسة التصوير اللي سويتها قبل 2 أو 3 باستخدام هذه العدسة. راح أشغل لكم الكواليس تشوفوها، وبنفس الوقت أشوفكم الصور بعض النتائج اللي طلعت بيها، راح أشوفكم الصورة الأصلية وأشوفكم بعض الصور بعد المعالجة، راح أقرب الصور كلش حتى تشوفون نتائج العدسة إيش قد شارب. خلال عرض الكواليس راح أتكلم شوية عن ملاحظات قد تفيدكم أنتوا بالمستقبل بجلسات التصوير، فخلي نبدأ. هسه شباب خلونا شوية نسولف على جلسة التصوير اللي دا تشوفوها.
بهاي الجلسة استخدمت فقط ضوء النهار وضوء الطبيعي الموجود بالمكان لسببين. السبب الأول، الزبونة كانت تريد الصور تبين طبيعية، ما كانت تريد إضاءة الفلاش، كان ببالها ستايل أن تكون الصور بإضاءة طبيعية. هذا السبب الأول وهذا سبب كلش مهم لازم أنت تأخذ بنظر الاعتبار من خلال التناقش ويا الزبون. السبب الثاني، المكان به شباك كبير كلش بالسقف والمكان كله أبيض، فهذا الشيء كان يوفر إضاءة جيدة، لأن كانت الإضاءة تدخل من السقف تعكس بكل حائط موجود بالمكان، فما كان يطلع عندي شادو جو العين مثلا قوي أو فشي. كانت إضاءة حلوة إلى نهاية النهار، تقريبا صارت ساعة 4:30 4:30، بدأت إضاءة النهار تخف كلش فشغلت الإضاءة اللي موجودة عندي. خلال جلسة التصوير التواصل مع الزبون حتى تعرف شكو بباله، شي يريد بالضبط، عجبت الصور لو لا، حتى تقدر تحسن أو تغير شي خلال التصوير. يعني مجرد تأخذ الكاميرا وتروح للزبون تشوف الصور بعد ما تصور مثلا 5 أو 6 صور، تشوف الصور شنو رأيك، حتى تعرف من ردة فعله انه اوكي لو اكو شي تغير. يعني اذا خلصت جلسة التصوير وما حكيت وياه، فاحتمال النتائج ما راح تعجبه وهذا الشيء راح ينعكس على شغلك. مثل ما تشوفون هنا حاجزين الاستوديو، اعتقد شغلة 500 يورو، اكو ملابس جايبين ومتخصصة مكياج وشعر، موديلز 2 البنات اللي موجودين اعتقد مكلفتهم ايضا بال 500 يورو اي شيء، لان الموديلز جايبينهم من مكان يعني موقع احترافي، وبنفس الوقت ضروري كلش تتواصل ويا الموديلز ويا البنات اللي تصورهم، يعني تروح تشوفهم الصور حتى تعرف نفسها شلون طالعة، إذا أكو شي غلط حتى تطلب منك تعيد الصورة، هي تعرف نفسها شدة تسوي، لأن هي ما تشوف، هي تسوي بوزات تسوي حركات وأنت تتصور، بس هي ما تشوف أنت شدة يطلع وياك، فلازم تشوفها تتواصل وياها. إذا أنت تشوف شي غلط مثلا تعدل الملابس تعدل شعرها أو غير شي، لازم تبقى بتواصل وياها، يعني ما تصور وأنت ساكت. طبعا ايضا كلش مهم خلال وانت تتصور شوية تمدح الموديل، يعني تقول اوكي هيش كلش حلو، عاشت ايديك هيش حلوة، هاي الحركة كلش حلوة، هيش طالع الصورة تخبل، حسب طبعا اللغة اللي تحكون بيها، بس تبقى بتواصل مستمر ويا الموديل. وكمصور محترف لازم يكون اسلوبك لطيف واحترافي بنفس الوقت، يعني لا تحاول تحتك بالموديلز زايد وتتشاقة وتخفف دم وتحاول تتعارف، لأن يعني الموديلز وخاصة إذا كانت احترافية حيكون محسوب عليها وقت. شغلة ثانية كلش مهمة، إذا صار شيء خلال التصوير مختلف عن الاتفاق اللي متفق به أنت ويا الزبون، إذا كانت متفق تليفونيا أو خلال الحكي أو خلال عقد مكتوب، بالحالة حاول تكون هادئ وتحل الموضوع ولا تخرب جلسة التصوير، لأن يعني مثل ما شفت جلسة التصوير أكيد متعوب عليها، صار فين الناس، حاول تحل الموضوع بطريقة حلوة بطريقة احترافية، يعني بالنهاية راح يرجع الموضوع إليك، راح يرجع لسمعتك كمصور، فتحكي ويا الزبون بطريقة حلوة بأسلوب حلو، عيني إنه الاتفاق كان مثلا إنه $100 على مجموعة من الصور، بس اللي صار بالواقع غير شيء تماما، شلون نقدر نوصل لحل معين مثلا، تقدر تقول لأني بشكل طبيعي اخذ مبلغ معين، خلينا نقول تكلفتك باليوم $800،
بس لك راح اسوي لك تخفيض، اسوي جلسه لك كلها ب 500 او 400. يعني تحاول توصل الحل بحيث يكون الزبون راضي وانت راضي ويرجع لك مره ثانيه من بالمستقبل. يعني city streetlights are illuminating. I'm walking, I'm talking too much. Easy to get me caught in a rush. Together it's never enough. It's like all those nights we fell in love. I'm feeling it over again. So caught in it, don't let it end. You and me, we don't have no regrets. Take me back, I don't wanna forget. Take me back to the nights we never felt more alive. All the time that we spent running through the silhouette. طبعا شباب حاولوا تأخذون استراحة، يعني مثلا كل ساعة تأخذ استراحة في 5 دقائق، تشرب شيء كوفي ترتاح، تشرب مي، العقل يرتاح، جسمك يرتاح، حتى تقدر ترجع تصور بنشاطك مرة ثانية. لأن التصوير فن، التصوير لازم يكون تصور أنت مرتاح، عقلك مرتاح. إذا بقيت تضغط على نفسك وتريد تستمر، إذا راح تستمر جسديا راح تستمر، عندك الطاقة بس عقليا راح يتعب عقلك وما راح تقدر تاخذ صور بشكل حلو. فاحتمال راح تلاحظ صورك بالبداية كلش حلوة بعدين بدت مستواك يتراجع. هواية من المصورين ما يعرفون شنو السبب. السبب يا صديقي انه انت ما ماخذ استراحة لنفسك، ما منطي لنفسك مجال انه تخلي عقلك يسوي رفرش مرة ثانية وترجع تصور. Wishing it would never end. Don't have to let it go, we can be fearless. When we're walking, you're talking too much. Easy to get you caught in a rush. Together is never enough. Don't it all feel like falling in love? You say, I'm feeling it over again. So caught in it, don't let it end. You and me, we don't have no regrets. Take me back, I don't wanna forget. Take me back. أحيانا الزبون بباله شغلات يريد يسويها بس هي فنيا خطأ. خلي يكون عندك جرأة انه تقولهم هاي الصورة ما اقدر اخذها، او هاي الصورة انه هي خطأ، او الصورة ما راح تطلع حلوة، او المشاهد او شخص احترافي راح يشوف انه الصورة بها خطأ. فخلي رأيك يكون ايضا يعني اسمع من الزبون بس بنفس الوقت يكون رأيك مسموع لهم، تترك طابع انه انت تفتهم ايش تسوي، عندك معلومات، مو مجرد انه تنفذ اوامر الزبون. تسمع من الزبون، تحاول تراضيه، وبنفس الوقت تفرض رأيك احترافي، رأيك الفني للزبون بشكل حلو. ورجعنا، شنو رايكم بالكواليس؟ شنو رايكم بالصور؟ اكتبوا لي باسفل الفيديو اراكم، اذا اكو فد اسئله معينه عن العدسه، عن جلسه التصوير، عن شغلات ثانيه نحاول نسويها او نحكي عليها بالمستقبل. شكرا لكم، شكرا للمتابعه ولوقتكم، وان شاء الله نلتقي قريبا. راح احاول باسرع وقت اسوي فيديو ثاني، ببالي هوايه شغلات وهوايه مواضيع وكاتبها ومحضرها، بس مثل ما قلنا انه الظروف شويه هسه معقده، بس راح احاول. شكرا لكم وتحياتي، كان وياكم سامد.